يعني انا في رايي ان ليفربول ما يعني دي كانوت افورد او ما كان ما يقدرش يستحملوا ان هو واحد من الثلاثه يتصاب اصابه طويله. فانت النهارده ليه انت راجل كده كده ما صرفتش فلوس كتير السنين اللي فاتت، جبت كيتا، جبت لعيبه معينه، شاكير، لعيبه كلهم بفلوس قليله. ليفربول لازم يخشوا في فيز معين، الوصول للقمه ده زي ما بيقولوا ان المحافظه على القمه اصعب من الوصول ليها. هم وصلوا للقمه دلوقتي عشان تقدر تكسب البريمير ليج تاني السنه الجايه، وتقدر ان انت تبقى منافس للتشامبيونز ليج، لازم تعمل ابجريد للفرقه بتاعتك. الابجريد الرئيسي في وجهه نظري سنتر باك جاي من جنب فان دايك ايا كان الثمن لو معاك البادجت، ولاعيب رابع مع الثلاثه دول هتخش في حته ثانيه. طب الكلام مع كوليبالي بتاع نابولي، لو كوليبالي جه مع فان دايك هيبقى لهم اقوى.